وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل فاضل كريم يقول: أنا جالس مع شباب ويوجد لبس، وقالوا إن الروح لا تعذب، ونريد توضيحا لمعنى ضمة القبر. هذا السائل الكريم من السودان. نقول: وبالله التوفيق أيها الكرام الفضلاء في تأصيل المسألة الأولى المهمة، وهي مسألة نعيم القبر وعذابه، وهل يكون على الجسد والروح أم على أحدهما دون الآخر. وقبل أن نلج إلى هذا، نريد أولا أن نتكلم على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، لأن بعض الناس ينكرون ذلك عياذا بالله. والقاعدة الأصولية تقول أن هذه الأمور من الأخبار الواردة في الكتاب والسنة يجب التصديق بها ويجب الإيمان بها، فإنها تدخل في حديث الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان، وتدخل في باب الإيمان باليوم الآخر. وعلى ذلك هذه المسائل مسائل شرعية ومسائل واجبة الإيمان بها. فالله عز وجل يقول في ثبوت عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كما في سورة غافر. والغدو وقت الصباح، والعشي وقت آخر النهار. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ويقول أيضا في البخاري ومسلم: يفسح له في قبره مد بصره، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا ما يجب تحريره أولا في مسألة ثبوت عذاب القبر ونعيمه. نأتي الآن للمسألة الثانية التي يذكرها هؤلاء الشباب، ونصيحتي لهم دوما ألا يخوضوا في أمور لا يعرفونها. على الإنسان ألا يتكلم في أمور لا يعرفها، وعلى الإنسان أن يكون مؤدبا في الشرع ومؤدبا مع الله عز وجل. والقاعدة الأصولية تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى هذا؟ معناها عدم الافتئات على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما هو المفترض من هؤلاء؟ واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثالثا، الأصل أن العذاب والنعيم يكون على النفس، يعني على الروح والبدن جميعا، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. طيب، هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ إذن احنا اللي نقرر اولا ان العذاب والنعيم على النفس وعلى الروح والبدن جميعا باتفاق اهل السنة والجماعة. النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. طيب، الآن الذين يقولون هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذه مسألة وقع فيها أقوال شاذة من أهل البدع، ولذلك هؤلاء الشباب الآن جالسين يتكلمون
هم ينقلون أقوال لأهل البدع وهم لا يعلمون، وهذه آفة للناس، أن كل إنسان أصبح يتكلم بما لا يحسن ويهرف بما لا يعرف. طيب، المسألة هذه فيها قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام اللي هم الذين يتكلمون بالفلسفة، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون أن الأبدان تعود، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. طيب، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة، المعتزلة أيضا زنادقة كفار وغيرهم، الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور، يعني ينكرون عذاب القبر. أما قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري مثل القاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل. خالفه فيه أبو المعالي الجويني، وهو أيضا أبو المعالي الجويني من الأشاعر، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. ومن يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. طيب، القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، على الذين ينكرون عذاب القبر، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى كما يقول ذلك المعتزلة والذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فرق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فهؤلاء الطائفتين ضلال في هذه المسألة، ضلال في هذه المسألة، لكنهم أفضل من الفلاسفة. ليه؟ لأن الفلاسفة حتى يوم القيامة ينكرونه، يوم القيامة ينكرونها. إذن إذا عرفنا الأقوال الثلاثة الباطلة، إذن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل للروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح للأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب، هذه القواعد التي قررناها. الآن نأتي للأحاديث لإثبات عذاب القبر. حديث عند مسلم عن ابن بل عند البخاري ومسلم عن ابن عباس، عبد الله بن عباس، النبي مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميم، والآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث، وهذا كل الناس تعرفه، إذن هذا في إثبات لعذاب القبر. طيب، عند مسلم من حديث زيد بن ثابت قال بين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بينما في حائط، يعني في بستان لبني النجار، على بغلة ونحن معه، إذ جالت به فكادت تلقيهم، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الشرك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهم. ثم أقبل علينا بوجهه وقال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من عذاب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا فرغ أحدكم من التشهد يقول أعوذ بالله من أربع، من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، اللي هو الدعاء اللهم نعوذ من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر
ومن فتنة أحمد ومن فتنة المسيح الدجال. وعند البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه خالد بن زايد قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجبت الشمس، وجبت يعني غاربت، فقال يهود يعذبون في قبورهم، وجب فهمت اليهود يعذبون في قبور. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت دخلت علي عجوز من عجائز اليهود فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، قالت فخرجت فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبور، فقال صادقت إنهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها، يسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا في حائط في بستان يعني وهو يقول تعوذ بالله من عذاب القبر الحديث. كل هذه أحاديث يا أحبابي، كل هذه أحاديث تدل على ذلك. خذ عندك هذا عن حديث البراء في الصحيحين، المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه نزلت في عذاب القبر. والحديث الطويل عند أهل السنن وفي المسند حديث البراء قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من أنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد يعني لسه بيحفرون، قال فجلس فقال إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى آخر الحديث، فيأتيانه ملكان يجلسانه ويقول من ربك ما دينك من نبيك إلى آخر الحديث. كل هذه حديث تدل أن الروح ترجع إلى البدن ويضم في القبر ضمة تختلف معها أضلاعه. فهذه مسألة مستفيضة معلومة أيها الكرام الفضلاء، هذا ما تيسر إراده وتهيئ. قبل ما أختم، وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس ابن مالك قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبري وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، يا سلام صوت النعال، يأتيه ملكان فيقررانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فكل هذا يدل على الروح بترجع إلى غير ذلك. وأيضا من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال إذا قبر أحدكم الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل إلى آخر الحديث إلى غير ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا أيها الكرام الفضلاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب